السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواني، الله يخليكم جميعا. نعود مجددا في برنامجنا المعتاد مجربات من الطب البديل. إن شاء الله أنه تستفيدوا من برنامج اليوم، من حلقة اليوم بالتحديد. مثل ما بنعرف إخواني، موضوع الحلقة عن انسداد الشرايين. انسداد الشرايين له أكثر من حالة وله أكثر من سبب. احنا اللي بهمنا بالموضوع انه نحافظ على الشرايين قبل الانسداد. هذا اللي بهمنا بالموضوع، نحافظ على الشرايين قبل الانسداد وقبل ما نصير بدنا نعالج موضوعها. الوصفات القديمة اخواني الكرام، وصفات اجدادنا وابائنا، نعم تعطي اكلها، ممتازة جدا. كانوا يوصفوا دائما كاسة ليمون مع فصين ثوم، منهرسهن ومنضربهن على الخلاط ومنشرب منهن. يعني لو كل أسبوع شربت لك كاسة من هذا الخليط، ممتاز جدا، بحافظ على الشرايين وبحافظ على نظافتها، وأيضا بيساعد على القضاء على الكوليسترول والدهنيات الثلاثية الضارة في الجسم. فهذه إحدى الوصفات اللي الشرايين. طيب الآن أيضا في عنا أمور أخرى لازم نشتغل عليها عشان نحافظ على الشرايين. الآن إحنا بنتحدث إنه بدنا نحافظ قبل انسداد الشرايين، وفيما لا سمح الله صار في عنا انسداد في إحدى الشرايين نتيجة تجمع الكوليسترول والدهنيات الضارة في الجسم، شو بنعمل؟ بالإضافة إلى الوصفة اللي ذكرناها، بنحرص إنه ما نكثر فيها. يعني ناس بتقول لك يوميا اعمل عصير ليمون مع ثوم وضربه بالخلاط وشربه، لا، احنا أيضا بدنا نحافظ على سلامة المعدة، بدنا نحافظ على سلامة المعدة، القولون، هذا كله بدنا نحافظ عليه. فإحنا بنحكي الوصفة هذه اللي هي تبعت الليمون الثوم، هذه لو كل أسبوع عملنا وشربنا منها بمقدار كأس واحد مثل هذا، ممتاز جدا، نصف كأس ممتاز جدا. لا تحكم حالك بعدد معين، لا تحكم حالك بحجم معين. أيضا مما يساعد على ممن أصيب بهذا المرض، يعني لا سمح الله إنه شخص قرروا له قسطرة بالقلب، قرروا له بدهم يركبوا له صمام، بدهم يركبوا له بالونات، بدهم يركبوا له شبكية، خلينا نقولها شبكية، فإحنا بنحاول نتبع عدة طرق قبل هذا، قبل لا نلتجئ. بالرغم أنه عمليات الشبكية ناجحة جدا ولله الحمد، إحنا ما بنقول إنها مش ناجحة، ناجحة جدا، لكن قبل لا نوصل لهذه المرحلة بدنا نلتزم بعدة أمور. أولا اللي بدنا نلتزم فيه، بدنا ناكل التفاح يوميا. يعني لو أكلنا حبتين تفاح عند الغداء وعند العشاء، ممتاز جدا، حبتين تفاح يوميا ممتاز جدا. بدنا نبتعد عن أكل اللحوم إلا إذا كانت مشوية، بعد ما نسلقها اشويها، واحرص على إنه الكمية في الأسبوع لا تتجاوز 200 جرام من اللحوم، لا تتجاوز. استبدلها باللحوم البيضاء مثل الأسماك، استبدلها بالأسماك، ممتازة جدا جدا جدا. ماشي يا إخوان؟ أيضا بنشرب حليب النوق أو حليب الإبل المضاف إليه بعض قطرات من العنبر. العنبر موجود عند العطارين، بنضيف إليه بعض القطرات من العنبر وبنشرب حليب النوق. أنا اللي بحكي لك إياه الآن بتعملوا برنامج إخواني الكرام، مثل ما تعودنا ومثل دائما ما أنا بحكي بوصفاتي، ما في شيء اسمه كبسولة وممكن ينتهي الموضوع، خاصة باللي أنا بحكي. هذا برنامج بدنا نعمله من السبت إلى الجمعة، بترتبه عندك، انت بدك تعالج نفسك، بتاخذ الوصفة
بتاخذ مكوناتها وبتعمل عندك برنامج كالآتي، مثل اللي انا بدي اعمل لك اياه. من السبت الى الجمعة بنعمل يوم واحد في الاسبوع بنشرب فيه ليمون مع ثوم، فص ثوم واحد، فص ثوم واحد. اخواننا الكرام، الان مثل ما انه كل شيء له منافع، ايضا له مضار، ايضا له مضار. فاحنا دائما نتبع اسلوب ما يسمى الحد الامن للعلاج، حتى لو طولت المده. يعني لو كانت بدل شهر 3 شهور 6 شهور، لا ضير، ما في مشكله. المهم الفائده، الفائده المرجوه من هذا الكلام. فاذا بنعمل برنامج، مثلا يوم السبت بنتناول كوب عصير ليمون مع فص واحد من الثوم او فصين اللي بتقدر عليه وبتستسيغه. لا تحلي بالسكريات نهائي. الان اي شيء بدي احكيه عند التحلايه معناها بدنا نحلي بالعسل الجبلي، بنحليه بملعقه من العسل، بملعقه من العسل بنشربه يوم بالاسبوع، ممتاز جدا. التفاح، كل حبة تفاح يوميا، ما بنشترط عليك انه بدك تاكل حبتين وثلاثة، لا، حبة تفاح يوميا ممتازة جدا. حليب النوق، كاسة من حليب النوق. طبعا حليب النوق او حليب الابل بتروح عند اي شخص مربي للابل ويشترط انه يحلبها صباحا، يعني بتروح عليه الساعة 5 الساعة 6 الصبح عند صلاة الفجر عند الندى بكون قاعد بحلب. بتجيب لتر، ببيعك اياه باللتر، اللتر هذا بتشربه على مدار 3 ايام، بعد ال3 ايام يصبح حليب لبن الابل ممكن ما يكون جيد. فاحنا بنقتصر فقط على 3 ايام من الشرب، 3 ايام. بنضيف عليه بعض قطرات من العنبر، لم تجد قطرات العنبر او ما قدرت توصل للعنبر، مش شرط، مش تقول انه والله ما بتنفع، لا بتنفع ومفيدة. بنشرب حليب النوق 3 ايام في الاسبوع، احد اثنين ثلاث. صار عندنا السبت ليمون مع ثوم فص واحد، احد اثنين ثلاث بنستخدم لبن النوق. التفاح، كل يوم تفاحة، والتفاح متوفر بكثرة، بناكل كل يوم تفاحة. ايضا اكل العنب الاحمر، العنب الأحمر مفيد جدا. يعني لو أكلت بالأسبوع مرة واحدة عنب أحمر ممتاز جدا، ما بنشترط عليك يوميا. اعمل برنامج إلك خاص وخليه نظامك الغذائي عشان تمسح الدهون الثلاثية. الآن شو تعمل أنت؟ اعمل فحص للدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم، وبعد ما تتبع هذا البرنامج بعشرة إلى 15 يوم روح اعمل فحص ثاني وشوف النسبة كيف بتكون، أفرقت معك 100%. طيب أيضا في عنا شيء، طبعا راح أوريكم الصور في نهاية الفيديو، شيء يسمى الحندقوق، شيء يسمى الحندقوق. هذا إما منسفه منطحنه ومنسفه يوم في الأسبوع، لسه قاعد بقول لك يوم في الأسبوع، ما بحب أكثر عليك، اشتغل برواق وعلى راحة عشان تزبط الأمور معك. لو أخذنا منه ملعقة صغيرة سفوفا وراها شربنا كاسة ماء يوم بالأسبوع، ممتاز جدا جدا. أو بنغلي أوراقه وبذوره وبنشربها، بنغلي الأوراق إذا لقيناه عند العطار بنجيبه الحندقوق، هذا راح أوريكم صورته، هذا الحندقوق، بنجيب هذا الحندقوق بنغلي أوراقه بنحليها بعسل وبنشربها لو مرة واحدة في الأسبوع، إن شاء الله إنه مفيد جدا. أيضا اعمل مع الغداء يوميا زبادي اللي هو اللبن. إخواننا المصريين ما يفهموا علينا إنه اللبن هو الحليب، الحليب يسمى لبن عندهم، لا، اللبن الزبادي يحلى بالعسل وكل يوم كله مع الغداء، علبة صغيرة من اللبن الزبادي مع محلى بالعسل واشربوا ان شاء الله انه ما راح تحتاج شيء. ايضا في عنا شيء يسمى حشيشة الملائكة، وكلنا بنعرفها وراح نوريكم اياها. هذه مغلي اوراق هذه العشبة في كوب ماء، بنغلي كوب المي، بعد ما نغليه بنحط عليه ملعقة
من أوراق من ورق حشيش الملائكة، وبنتركه لمدة 10 دقائق ربع ساعة، بعدين بنصفيه بمصفاي، بنحليه بملعقة من العسل. اللي عنده سكر وخايف من ارتفاع السكر لا يحليه، يشربه. أيضا بتخصص لها يوم بالأسبوع، لو شربته يوم أو يومين في الأسبوع ممتاز جدا. المهم أنه تملأ البرنامج اللي عندك من السبت إلى الجمعة. أيضا في عنا شيء بنسميه الزعرور البري. الزعرور البري، هذا الزعرور البري مغلي أوراق هذا النبات يقي من مشاكل القلب، يساعد على تدفق الدم، يقوي عضلات القلب اللي هي المقصود فيها البطين الأيمن والأيسر والأذين الأيمن والأيسر، يقويها بشكل عام. الآن في أشخاص ممكن يعانوا من الرجفان، عدم انتظام في ضربات القلب، سرعة ضربات القلب اللي هي كهربة القلب، كهربة القلب بتكون عندهم غير منتظمة. نوصيهم وبحذر، طبعا في أدوية موجودة ومعترف فيها طبيا لا تمتنع عنها، إذا أوصاك الطبيب بهذه الأدوية، شوف ركز معي، بالنسبة للي عندهم أي مشاكل في القلب، سرعة في دقات القلب، تسارع ضربات القلب، اللي عندهم كهرباء زيادة في القلب، رجفان في القلب، إذا مشوا على كورس علاجي عند الطبيب ووجدوا انه هناك في فرق، خلاص لا تعتمد اللي انا بقوله نهائي، اعتمد على وصفة الطبيب. وصفة الطبيب راح تتعارض مع الوصف اللي انا راح اذكرها الان بالنسبة لسرعة ضربات القلب، ماشي يا اخوان، راح تتعارض معها. البربريس، البربريس، ويسمى ايضا عود الريح، ويسمى ايضا التوت الاحمر البري، وينبت في لبنان على شكل توت لونه بنفسجي، يختلف اللون. البربريس، هذا البربريس يساعد وينسق حركة البطينين، ويجعل معدل ضخ الدم وسريانه في تناغم وتناسق. لكن هذا البربريس، راح أوريكم صورته الآن، قبل أن نستخدم من هذا البربريس يجب أن نستشير الطبيب اللي أعطانا العلاج الطبي. إذا قال لا مانع، خذ نصيحتي أنا الآن شو بدي أحكي لك. هذه منجيب الثمار، ثمارها مثل التوت الأحمر، ثمارها مثل التوت الأحمر. هذه الثمار تؤكل، لكن طعمها ممكن يكون فيه شوية حموضة، ممكن يكون فيه شوية حموضة. فلو أخذنا منه ملعقة كل 3 أيام من هذه الحبوب ممتاز جدا، بحيث لا يتعارض مع وصفة الطبيب. أخي الكريم، إذا لقيت أن وصفة الطبيب والدواء اللي بتستخدمه عند الطبيب مريحك وممتاز، وشايف أنه مريح ضربات القلب عندك، ويوم ما تعمل صورة إيكو بتلاقي في فرق فيه، طبعا هو احيانا سرعة ضربات القلب بتكون ناتجة عن ارتخاء في عضلة الصمام، فيوم ما تعمل صورة الايكو بتبين معك، كل 3 شهور يوم ما تعملها مرة بتبين معك اذا دواء الطبيب جاب نتيجة، وكان الدواء بالفعل انه قطر هذا الصمام قاعد بنزل، لانه هو اتوقع معدله تقريبا بالأربعة ونص، 4.7، ممكن يكون مرتفع معك لخمسة ونص، متوسع هذا الصمام. فإذا رأى الطبيب أنه في تحسن في الحالة بناء على صورة الإيكو، فلا تستخدم الوصف اللي أنا ذكرتها، لا تستخدمها، هذا يعتمد على مشاورتك للطبيب، ماشي أخي الكريم. إحنا عشان نكون صادقين في المعلومة، باقي ما ذكر هو لمحاربة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، انسداد الشرايين بفعل الكوليسترول والدهون الثلاثية الضارة في الجسم. استخدم البرنامج اللي أنا ذكرت لك إياه، إن شاء الله بيجيب نتيجة. منعود ومنأكد، الحامل المرضع، أنا شخصيا أبو الأمين لا أنصح بأي علاج عشبي. الحامل
والمرضع لا أنصح باستخدام الأعشاب نهائيا إلا الأعشاب العادية، مرمية، ينسون، بابونج، هذه الأمور المتعارف عليها. باقي ما بقى أنا لا أنصح فيها نهائيا بالنسبة للحامل والمرضع. طيب أيضا راح أورد لكم في آخر هذا الفيديو إن شاء الله راح يكون مجموعة من الأدعية القرآنية من القرآن، أيضا أدعية بأسماء الله الحسنى، يا ريت تتابعوها معنا. هذه الأدعية إن شاء الله استمر عليها، وإن شاء الله إنه الشفاء بإذن الله، لكن إن شاء الله إنه هذه وصفات وتسمى من مجربات الطب البديل. إذا عجبكم برنامجنا، إذا عجبكم موضوع الحلقة اليوم، يا ريت تدعمونا بلايك، لا ننسى الاشتراك في القناة. اللي بحب معلومات أكثر واللي بحب يرسل تقارير أكثر بحيث نتابع مع الحالة مع الاستشاريين، في عنا خصصنا في القناة شيء اسمه الانتساب، الانتساب إلى القناة. طبعا للعلم هو مدفوع الثمن، مبالغ بسيطة جدا، عن طريقها ممكن نجيب عن جميع الأسئلة والاستفسارات، لأنه كثير بيرسل لك تقارير وبده إياك بنفس اليوم تجاوب، وهذا ليس يعني ليس من اختصاص القناة، إنه والله 400 تقرير يجينا على الواتس أب أو يجينا على التعليقات. فاللي بحب الاستشارات أكثر عن طريق الانتساب إلى القناة، وإن شاء الله إحنا دائما في خدمتكم، وسررنا بلقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.